اهلا اهلا حاج عبد السلام. عبد السلام كيفك؟ مرحبا. الله جريها يا ابو نادي، يعني سلمت علينا كلنا والحاج عبد الحكيم له ليه؟ بقول لك يا حاج كامل، انا قلت انت لما ترجع من الحجاز هتجيب لي معاك حاجه من ريحه النبي يعني. عليه الصلاه والسلام. اتفضل اقعد. اقعد يا حاج، اقعد اقعد. معاك حاجه يا ابو نادي، انا غلطان بس انا برضو جاي لك النهارده وجايب لك صاحبك وحبيبك معايا. انا لا ليا اصحاب ولا احباب. شفت يا كامل، مش اللي ما يقول لك حاجه تسمع. استهدى بالله عادي يا عبد الحكيم، اقعد اقعد، ما توجعش دماغنا. عاد توجع دماغك؟ ايوه ما توجعش دماغنا، انت غلطان واحنا جايين نستسمع الحاج عبد السلام ونقول له حقك علينا. حقك علينا يا عبد السلام، واحنا مستعدين نحب على راسك واحد واحد، واولنا عبد الحكيم، عشان اللي حصل ده كبير كبير قوي، بس انت احسن مننا كلنا، وانت عودتنا على كده. يلا عبد الحكيم يلا تعالى. يلا تعالى عبد الحكيم. قوم يا عبد السلام، قوم على راس عبد السلام. يلا قوم يا راجل قوم. حب على راسه. الله، ليه كده؟ ليه كده يا عبد السلام؟ انت جنيت ولا ايه؟ يلا يلا عبد الحكيم. استنى يا اسحاق، ليه كده يا عبد السلام؟ الراجل جاي لغايه بيتك عشان يحب على راسك، تقوم تعمل كده وبيتك؟ يلا. يا عبد السلام، يا عبد السلام، ليه كده يا عبد الحكيم؟ أخويا 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 أخويا.